السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف الخامس. اليوم إن شاء الله حنحل سؤال 2 صفحة 116 من درس قياس الزاوية. طيب حكي لي السؤال، اقترح اسما لكل زاوية في كل مما يأتي ثم جد قياسها مستخدما المنقلب. أنا عندي هاي الزاوية سميتها سين صاد عين، هاي المنقلب، مركز المنقلب رح ينطبق على رأس الزاوية، تمام؟ هاي شعاع الزاوية، صاد سين انطبق على الصفر، تمام؟ هلأ الشعاع الثاني قبل الزاوية 50 بدرجة واحدة، إذا قياس هاي الزاوية 49 درجة أو تقريبا 50 درجة. نشوف الزاوية الثانية، مثلا بدي أسميها لام ميم نون، هاي رأس الزاوية ميم. طيب هاي مركز المنقلة عند رأس الزاوية، هاي الشعاع ميم لام انطبق على العدد صفر. لوين بيشير الشعاع الثاني أو الضلع الثاني للزاوية اللي هو ميم نون؟ ممتاز، بيشير للمية وعشرين. أنا بتطلع على التدريج الداخلي، هي الصفر، عشرة، عشرين، تلاتين، أربعين، لعند المية وعشرين. إذا قياس هاي الزاوية 120 درجة. بقدر أنا أمد شعاع الزاوية طبعا أو الضلع الزاوية، ما في مشكلة لحد ما أشوف الرقم اللي بتشير عليه الزاوية. إذا هاي 120 درجة. أشوف هاي الزاوية، مثلا بدي أسميها كاف ها لام، أي رمز بدك إياه، هاي رأس الزاوية صح؟ إحنا حكينا إنه مركز المنقلة بيكون على رأس الزاوية، هاي الشعاع هاء كاف انطبق على التدريج صفر، والشعاع الثاني لوين بيشير ماس؟ هيو بيشير إلى القياس 90، إذا قياس هاي الزاوية 90 درجة. الزاوية اللي هون واضح إنها زاوية منفرجة، بدي أسميها هاء سين عين مثلا. يلا أجي أقيس، هي مركز المنقلة على رأس الزاوية، هي الشعاع سين ها انطبق على التدريج صفر. الشعاع الثاني ملاحظين انه بشير للتدريج اللي بين المية وخمسين ومية وستين، هيها انا على التدريج الداخلي يمس، تمام؟ لاني بلشت من الصفر، اذا قياس هاي الزاوية 155 درجة. اشوف هاي الزاوية، هاي زاوية مستقيمة، فيك تسميها هاي رأسها، هو حاط لي اياها، هاي سين وهي صاد وهي عين، هاي باجي بحط مركز المنقلة على رأس الزاوية، واصلا قياسها حكينا 180 درجة، هاي من عند الصفر لعند الضلع الثاني اللي هو حيكون قياسها 180 درجة، وهي زاوية مستقيمة. سؤال ثلاثة، جد قياس الزاوية ألف با جيم، الزاوية يعني هون هيو هذا رأس الزاوية اللي هو بالمنتصف صح؟ طيب يلا شايفين كيف ثبتت المنقلة؟ إذا من عند الصفر 10 20 30 40 إلى العدد 90، إذا قياس هي الزاوية 90 درجة. يلا قياس ألف با جيم أيضا، يعني وين الزاوية اللي بده إياها بهذا المثلث؟ ألف با جيم، إذا هيها هي الزاوية اللي هو بده إياها هون هذا الرأس. يلا هاي بحط مركز المنقلة على الرأس، هاي صفر لعند الشعاع الثاني اللي هو بشير للتسعين، إذا قياس هاي الزاوية أيضا 90 درجة. طيب هاي الزاوية أيضا بده قياس ألف با جيم، وينها ألف با جيم؟ هيها ألف با جيم هاي الزاوية. يلا تعالوا نقيسها، هاي انطبق عند الصفر، إذا قياسها أيضا 90 درجة. بحكي لك ما نوع الزاوية ألف با جيم في المثلثات السابقة، هي زاوية قائمة، إذا هدول المثلثات بسميه مثلث قائم الزاوية لأنه فيه زاوية قياسها 90 درجة، مثلث قائم الزاوية. نشوف سؤال 4 صفحة 117، جد قياس الزاويتين 1 و 2 باستخدام المنقلة. يلا نقيس الزاوية 1، هي شعاعها الأول وهي شعاعها الثاني، يلا مس شايفين وين بشير الضلع الثاني إلها؟ بين العشرين والثلاثين، إذا قياسها 25 درجة. طيب نقيس الزاوية 2، يلا هي صفر، إذا أنا على التدريج الداخلي، بين الأربعين والخمسين، إذا قياسها 45 درجة. طالب مني أجمعهم، هلأ بس أجمع الخمسة وعشرين مع الخمسة وأربعين بيعطيني 70 درجة. تعالوا طب نقيس هاي الزاوية ونعتبرها زاوية واحد، هذا الشعاع الأول وهذا الشعاع الثاني، حتطلع معنا 70 ولا لا؟ يلا هاي شايفين وين بشير الشعاع؟
السبعين، تمام؟